الرئيس المتدرب السابق لفريق المغرب التتوانسة، ولو تجاوزت كما قلنا سابقا لقبين من البطولة الاحترافية، كيف تعلق على وضعية الفريق التتواني ربما الذي قد يعود هذا الموسم لقسم الكبار؟ لا، المغرب التتواني سيعود ان شاء الله لقسم الكبار، واليوم كاينه مباراه نتمنى يفوز بها، ومن بعد مع الكوكب نيت. مع الكوكب اعتذر سي فؤاد، والله ما رديت البال. نتمنى فريق المغرب التتواني العوده بسرعه لقسم الاضواء، لان يحز في انفسنا كتتوانيين نشوفوا الفريق. غير هي هناك بعض الامور اللي للمسيرين عامه ماشي فقط المغرب التتواني يجب تجاوزها. اليوم تحدثت على 20,000 منخرط جاب مرتضى منصور، خصنا فتح باب المنخرطين، خصنا انفتاح، خصنا التواصل، وخصنا تقدير شويه الكفاءات. ما يمكنش نبقاو نطلبوا الكفاءات فقط من اجل مؤسسه الرئيس.